نعم، كان من الصعب جدا الوصول إلى هذه المنطقة هنا بديار بكر. حالة من الحزن وحالة من المأساة تعانيها المنطقة. نلاحظ رجال الدفاع المدني والجيش التركيين يقومان بالإجلاء في خلفي هنا، يحاولون البحث عن إذا ما كان هناك أحياء في هذه الكاميرا. وسادع الكاميرا تتحدث خلفي هنا، تلاحظين أن هذه العمارات تقريبا التي باتت مدمرة. تلاحظون الجنود الجيش التركي والجيش وقوات الدفاع المدني والمجتمع المدني، كلهم يحاولون أن يبحثوا عن حي داخل هذه المنطقة. الوضع صعب جدا، الوفيات الآن باتت تقترب من 8000 ما مجموعه بحسب الأرقام، سواء على المستوى التركي أو السوري. كذلك أن الضحايا اقتربوا من 30000 جريح أو مصاب. حالة من الحزن هنا في ديار بكر، والكل يحاول أن يساعد قدر المستطاع أن يصل إلى حي تحت هذا الركام، بدون أن يسبب في ضغط على هذه المباني المدمرة بسبب الزلزال، والتي يحاول من خلالها الساهرون على هذه العملية أن يجمعوا بين إنقاذ الأحياء وكذلك إنقاذ ما يمكن إنقاذه من طرف سواء الدفاع المدني سواء الجيش، أن يصلوا تحت هذه الأنقاض لعلهم يستطيعون أن يفرحوا بحي يرزق. كلما تم إنقاذ شخص من تحت هذه الأنقاض نرى فرح في الحاضرين هناك. كذلك في الجهة الأخرى من المكان مخيمات وسيارات الإسعاف والمجتمع المدني هنا، الكل يحاول أن يوصل رسالة واحدة أن تركيا اليوم تحاول أن تلملم جراحها نتيجة هذا الزلزال ونتيجة الوضع المزري الذي يعانون منه نتيجة هذه الحالة الصعبة التي نعيشها هنا، سواء كإعلام أو سواء كذلك كمواطنين. الكل يحاول أن يخرج حي يرزق من تحت هذه الأنقاض، وهذا إلى حدود الساعة تصحر القوات العسكرية والطبية على محاولة نجاح ما يمكن. لكن الجو البارد هنا، درجة الحرارة في الليل تصل إلى ناقص 10 ناقص 8، في النهار ناقص 2 ناقص 3. إذا ما كانوا هناك أحياء بدون مأوى بدون أكل بدون شرب، وناهيك عن الأنقاض، من الصعب جدا مع مرور الوقت ومع مرور الأيام أن يظلوا أحيان. الجانب الإيجابي اليوم هو التجند الكبير للمجتمع الدولي وإعلانه الدعم سواء لتركيا أو لسوريا من أجل محاولة أولا إعادة على الأقل جزء من هذه البنية التحتية التي أثر عليها الزلزال بشكل كبير، وكذلك أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه من آلاف الضحايا. نتحدث عن عشرات الآلاف من المصابين، نتحدث عن الآلاف من الموتى. الرقم هنا في تركيا بات يقترب من 6000 5800 وفاة بسبب هذا الزلزال الذي يعتبر الأسوأ منذ عام 1939. وأمام هذا الوضع هناك أولا وحدة تركية، هناك إجماع، هناك اتجاه نحو كلمة واحدة، هو أن التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية هو الآن الشغل الشاغل سواء للدولة أو للشعب وكذلك لحتى المتعاونين من خارج تركيا. يعني فيما يتعلق بالمتعاونين من خارج تركيا، يعني جاء على لسان الرئيس التركي من تصريحات أن هناك فرق إنقاذ، هناك آلاف المتطوعين من عدة دول، وتحديدا يعني وصل الرقم إلى 36 دولة للمساعدة في هذه العمل. هل لك أن تطلعنا على هذا الجانب، وصول فرق إنقاذ من دول مختلفة؟ نعم، وصول فرق من فرنسا مثلا إلى منطقة غازي عنتاب، غازي عنتاب، نعم، إلى عنتاب،
وكذلك إلى محيط هنا نجد قوات أجنبية متعددة. صحيح أن 36 دولة رقم لحد الساعة يمكن نقول أنه كبير، لكنه الأكيد سيرتفع. الكل مجمع على مستوى المجتمع الدولي، سواء عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق منظمة الصحة العالمية التي نبهت إلى أنه يمكن أن يكون بعد من تبعات هذه الزلازل سواء على مستوى تركيا أو سوريا أكثر من 23 مليون مواطن سيعانون من تبعات هذا الزلزال. نلاحظ المؤسف هنا هو عندما تلاحظ عائلات تحاول وتنتظر من هؤلاء أن ينقذوا لها قريب أو جار أو صديق تحت هذه الأنقاض. ونحن ندخل في اليوم تقريبا الثالث، الزلزال كان يوم الاثنين فجرا ونحن اليوم في يوم الأربعاء، بالتالي كلما تأخر الوقت كلما كانت المعاناة أصعب. يحاولون هؤلاء أن ينقذوا أحدا ويبعثوا الأمل والفرحة كما شاهدنا في عديد الفيديوهات لعائلاتهم ولأسرهم ولوطنهم. الوضعية صعبة جدا، والطبيعة المناخية الجو البارد يعرقل هذه الجهود. صحيح أن تركيا على مستوى الدولة لها إمكانيات ضخمة وأنها تعاملت مع أزمات حتى في دول أخرى، وبالتالي يبدو أنها تستطيع السيطرة على الأمر، لكن كذلك تحتاج إلى دعم من الحلفاء ومن الأصدقاء ومن الجيران في هذه الكارثة الطبيعية التي تعتبر من أسوأ الكوارث في هذا القرن إنجاز الوصف. بحسب عديد التقارير أن هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يعتبر من أسوأ الكوارث الطبيعية الحديثة. الحديث أيضا عن مراكز الإيواء محمد، يعني هناك حديث عن فتح الفنادق ربما والتواصل مع شركات السياحة من أجل توفير المزيد من مراكز الإيواء. نعم، البارحة أعلنت الحكومة التركية أن رجال الأعمال والمستثمرون خاصة أصحاب الفنادق أعلنوا دعمهم و فتح فنادقهم للاجئين ولكل من يريد أن يستعمل هذه الفنادق من الضحايا من الزلزال، وهذا الأمر رحبت به الحكومة التركية. كذلك هناك جسر جوي لعشرات الطائرات التركية تقوم بنقل اللاجئين ونقل المواطنين من هذه المناطق إلى مناطق أكثر أمنا، على اعتبار أنه هناك تخوف أو هناك خوف من أن يعيد الزلزال مرة أخرى، يعني هزات أرضية أو ضربات أرضية، كما نبه إلى ذلك الخبراء بأنه يمكن أن يكون هزات أرضية ما بين تقريبا 5 درجات اليوم وغدا، لكن هذا فقط يبقى احتمال ليس يعني الخبر المؤكد. يحتمل الخبراء يرون أنه الهزات الأرضية يمكن أن تعود اليوم وغدا، وخاصة الخبير الهولندي الذي تنبأ بهذا الزلزال 3 أيام قبل حدوثه معتمدا على دورات الكواكب، ويقوم بجمع معلومات ويقول أنه في هذا التوقيت وفي هذا التاريخ ستكون هناك هزة أرضية، ويعطي حتى على سلم ريختر كم حجم هذه الهزة، وبالتالي نبه إلى أنه يوم 8 ويوم 10 ستكون هزتان أرضيتان. وفعلا حصلت البارحة في الأردن وفي فلسطين هزة بأقل من 4 أو حوالي 4 على سلم ريختر، وبالتالي ننظر إلى يوم الغد يوم 10 ماذا سيقع. كذلك إذن هناك عديد التفاصيل، هناك تعامل مع الواقع المأساوي الصعب، وهناك كذلك أن التخوف من أن يعود زلزال أخطر، خاصة أنه لا قدر الله إذا ما عاد إلى منطقته الآن هناك الآلاف من رجال الإنقاذ، هناك الآلاف من المجتمع المدني كذلك سيكونون تحت عرضة الخطر، هناك كذلك المئات من وسائل الإعلام والصحفيين، وبالتالي الواقع والوضع يتم التعامل معه وفق رؤية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكذلك التخطيط للمستقبل عبر إجلاء المواطنين من هذه المناطق.